لقد كرست الجزائر منذ الاستقلال مبدأ المساواة بين الجنسين دون تمييز في دساتيرها، عرفانا لدور المرأة الفعال وتضحياتها الجسام في الكفاح من قبل التحرير في أجل التحرير وبعد الاستقلال. وهي لحريصة كل الحرص على التأكيد والمحافظة على هذا المبدأ الدولة الجزائرية في مشروع الدستور الجديد الذي سيقدم للاستفتاء في الفاتح من نوفمبر المجيد. كما صادقت الدولة الجزائرية على جل المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بترقية حقوق المرأة وحمايتها، نذكر على سبيل المثال الاتفاقية الدولية حول القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والمعاهدة المتعلقة بالحقوق السياسية للمرأة وبروتوكول حقوق المرأة في إفريقيا الملحق بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.